السلام عليكم، معكم الممرض عامر عياصري. اليوم راح نتحدث عن عرض شائع وبشكي منه عدد كبير من الناس، اللي هو الدوخة أو الدوار أو فقدان التوازن. ممكن يعني الدوخة تتطور لفقدان في الوعي أو غيبوبة. طبعا الدوخة عادة برافقها عدة أعراض مثل طنين بالأذن أو انخفاض في حدة السمع. أيضا يعني بعض الناس ممكن يصير معهم استفراغ ومراجعة مع الدوخة. أيضا بعض الناس ممكن يصير عندهم عتامة بالرؤية وعدم وضوح بالرؤية أو غباش بالرؤية. ايضا يعني بعض الناس بصير معهم شحوب واصفرار بالوجه مع الدوخة. الدوخة يعني ممكن يصاحبها عدة اعراض. ان شاء الله يعني بهذا الفيديو راح نتكلم عن اشهر اسباب الدوخة وطرق علاجها. اول شيء راح نتكلم عن الدوخة عند الوقوف المفاجئ. طبعا هذا النوع من الدوخة شائع عند معظم الناس، ممكن يتعرضوا له. وسبب هاي الدوخة انه الشخص لما يكون جالس بكون الدم يعني موجود بالاطراف السفلية، وعند الوقوف المفاجئ الدم يعني بتأخر حتى يصل للدماغ، تأخر عدة ثواني حتى يصل للدماغ، وهذا الشيء بيسبب الدوخة. بسبب هاي الدوخة اللي هو تأخر وصول الدم والأكسجين للدماغ عدة ثواني، وهذا الشيء راح يسبب الدوخة. لكن يعني الأشخاص اللي بتتكرر عندهم هاي الدوخة بشكل متكرر، بكون يعني عندهم عادة نقص سوائل، نقص يعني بشرب السوائل، مثل الأشخاص اللي عندهم جفاف أو إسهال أو قي، أو الأشخاص اللي بيستخدموا أدوية مضرة للبول، او يعني الاشخاص اللي بيعرقوا كثير وبيشتغلوا بالشمس بالاجواء الحاره وبيعرقوا كثير، معرضين اكثر لهي الدوخه. فعلاج هاي الدوخه اللي هو الاكثار من شرب السوائل. والاشخاص يعني اللي بتتكرموا حماية الدوخه لازم يعني ينتقلوا من الجلوس للوقوف يعني بشكل تدريجي، ما يقفوا بشكل مباشر، لانه يعني ممكن يصير معهم دوخه او اغماء وممكن يعني يقعوا على وجوههم. ايضا يعني النوع الثاني من الدوخه اللي هو الدوخه عند الحوامل. طبعا الدوخه عند الحوامل امر شائع بسبب يعني التغيرات الهرمونيه. تغيرت الهرمون زي البروجسترون بيعمل على توسع الأوعية الدموية ويؤدي إلى هبوط في الضغط. فالدوخة عند الحوامل عادة بيكون سببها اللي هو هبوط بالضغط، ممكن كمان برضو يكون سببها هبوط في مستوى السكر. أيضا يعني ممكن يكون سبب الدوخة اللي هو الخوف والحالة النفسية مثل القلق والتوتر. الخوف والقلق والتوتر والحالة النفسية ممكن يؤدي إلى الدوخة. ويعني من الأمثلة على هاي الدوخة مثل اللي احنا بنشوفه بالمستشفيات، مثل المرضى لما يراجعوا المستشفيات إلى سحب الدم او الغيار على الجروح. كثير في مرضى يعني عند سحب الدم وبصير عندهم اصفار وجههم بصير شاحب وبصير عندهم استفراغ ومراجعه، وممكن يؤدي الى اغماء ويقعوا على وجههم. فضروري يعني المريض يعني بيراجع المستشفى يعني اذا عنده خوف من اي اجراء طبي يخبر الدكتور انه خايف وممكن يدوخ من هذا الاجراء. وطبعا واجب على الممرضين والاطباء انهم يعملوا الاجراءات الطبيه زي سحب الدم او غيار على الجروح، والمريض يعني يكون مسترقي على ظهره، ما يكون مريض يعني جالس او واقف، لانه يعني ممكن الدكتور او المرض ما يلاحظ المريض انه، او المريض ما يحكي انه خايف او انه دايخ، والممرض برضه ما يلاحظ انه المريض برضه دايخ. وهذا اللي ممكن يعني ما كثير بنشوفه في المستشفيات، ناس يعني ممكن يدوخوا او يصير عندهم اغماء فقدان الوعي ويقعوا على وجههم وتصير يعني مشاكل. فضروري يعني الشخص برضه يخبر المستشفى انه كادر المستشفى انه خايف من هذا الاجراء الطبي وممكن يتعرض لدوخه. وبرضه كادر المستشفى لازم يعملوا اجراء طبي والمريض مستلقى على ظهره ويحاولوا طمأنة المريض انه اجراء طبي بسيط. ايضا يعني من الامثله على هذا النوع من الدوخه الناس اللي مثلا وقت الامتحانات، او الناس اللي بيسمعوا خبريه يعني غير ساره ممكن مباشره تصيبهم دوخه واغماء وفقدان للوعي. ايضا النوع الاخر من انواع الدوخه اللي هو الدوخه بسبب انخفاض الضغط والسكري. طبعا الدوخه عرض شائع عند مرضى الضغط والسكري. يعني معظم مرضى الضغط والسكري بصير عندهم دوخه نتيجه انخفاض الضغط والسكري. فضروري مرضى الضغط والسكر يحافظوا على مستوى الضغط والسكر ضمن الطبيعي. ايضا يعني مش بس انخفاض يعني الضغط والسكر يؤدي للدوخه، ايضا ارتفاع الضغط والسكري ممكن يؤدي للدوخه. فضروري يعني مرضى الضغط والسكري يهتموا بضبط مستوى الضغط والسكري. ايضا يعني الدوخه ممكن تحدث بسبب يعني اضطرابات الاذن الداخليه والوسطى. طبعا معروف الاذن الداخليه والوسطى مسؤول عن التوازن. فكثير يعني من الحالات الدوخه بيكون سببها اضطرابات الاذن الداخليه والوسطى، بصير مع شخص دوخه ودوار واستفراغ ومراجعه. من الأمثلة على هاي الدوخة اللي هي الدوخة مثل دوار البحر أو السفر. وقت السفر الأشخاص عند السفر كثير يعني في ناس لما بيركبوا سيارات بيتعرضوا للدوخة وبصير معهم استفراغ ومراجعة. طبعا هاي الدوخة عادة تعالج عن طريق أدوية زي استيجارون أو البيتاسيرك. أيضا الدوخة ممكن يكون سببها فقر الدم. فقر الدم ممكن يؤدي للدوخة. ضروري يعني عنده فقر الدم يعالج فقر الدم. عادة اللي بسبب فقر الدم اللي هو النزيف أو نقص الحديد أو البي 12. فضروري اللي معه فقر الدم يعالج فقر الدم، يشوف شو سبب فقر الدم اللي عنده ويعالجه. أيضا يعني مشاكل الأبصار جميعها ممكن تؤدي للدوخة زي قصر النظر، طول النظر، انحراف النظر، المي البيضاء، المي الزرقاء.
كلها ممكن تؤدي إلى الدوخة، فضروري يلمع مشاكل الإبصار، برضه راجع طبيب العيون يلبس نظارات أو خلي الدكتور يعالج له مشكلة الإبصار اللي عنده. أيضا يعني ممكن يكون سبب الدوخة اللي هو الصداع النصفي. يعني تقريبا هيك احنا تكلمنا عن أشهر أسباب الدوخة وطرق علاجها. والدوخة يعني عرض شيء عادة يعني ما بتؤدي لنتائج خطيرة، بس يعني ممكن المريض مثل ما قلنا الدوخة تتطور لإغماء وفقدان بالوعي، المريض يعني يقع على وجهه أو راسه ويصير فيه مشاكل، أو بعض الأشخاص يعني ممكن يؤدي إلى مشاكل خطيرة خصوصا الأشخاص اللي بيسوقوا سيارات أو بيشتغلوا على ماكينات، برضو ممكن الدوخة تسبب يعني مشاكل خطيرة. فضروري يعني أي شخص عنده دوخة يعالج سبب الدوخة، لأن الدوخة ممكن تؤدي يعني إلى بعض النتائج الخطيرة. تقريبا يعني هيك تكلمنا عن معظم المعلومات المتعلقة بالدوخة، إن شاء الله يعني تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. وبالنهاية لا تنسوا تدعموا الفيديو بلايك وتشتركوا معنا بالقناة، وإذا عندكم أي سؤال أو استفسار اكتبوا لي أسفل الفيديو. وبتمنى لكم الصحة والسلامة ويعطيكم العافية.